ما الذي تقوله يا أخي؟ تقول إنه تسبب بإراقة دم ابني؟ هل لديك إثبات يا أخي؟ أخي، الشخص الذي أصاب صانع الفخار إدريس هو عمي دوندار، وهذا الخاتم وقع من إصبعه الملطخ بالدماء. خاف أن يتحدث جواسيس البابا. إذن هو يعرفهم ويخدمهم هم أيضا. عمي دوندار، ما الذي لن أفعله بك الآن يا دوندار؟ أنا أريد الانتقام يا سيد عثمان. أنا مقابل دم ابني أريد دما. أخي المقدام، أخي المهموم، أتظن أن دمه القذر الملوث بالطمع والجشع سيبرد قلوبنا المحترقة نحن وأجدادنا؟ قل لي يا أخي. أخي، يا أخي، بني سيد بامسي، بني يا سادة، عودوا إلى رشدكم. أخي، ماذا سنفعل؟ ها؟ كيف سننظف هذا العار الذي لحق بنسلنا يا أخي؟ جنودي يبحثون عنه في سوغوت. لأقبض على عمي أولاً، لأقبض عليه أولاً، ولكن لن يعلم أحد بهذا الآن. إلى أن يخرج عمي من جحره ويقع بيدنا، لن تخرج سيوفنا من أغمادها. هذا ما علينا فعله. هل فهمتم؟ ادفنوا عار نسلنا وألمكم الذي يكوي قلوبنا في داخلكم. عندما يخرج من جحره فإن دمه حلال على الكثير من أبطال قبيلتنا. ما الذي تريده؟ يجب أن أقابل الحاكم حالاً.
لقد تعاونت مع فئران البابا إذن. تعاونت وتعاونت مع كلاب سيد جيخاتو أيضا. علينا عبور كل طريق يوصلنا للنصر. لقد دمر عثمان جيشي ومزق جنود توكاي جنود الذين نجوا. هذا هو نصرك يا نيكولا؟ جيد إذن. أبدى عثمان جنود توكاي آكلي الجثث. أنقذنا من مصيبة لم يكن بإمكانك أنت وجيشك أن تخلصنا منها. توكاي سيعود من المكان الذي ذهب له وسيجلب جنودا. ماذا سنفعل حينها؟ هل سنحارب المغول؟ كالانوز، قبل أن يعود توكاي سنتقدم نحن نحو هدفنا. سوكوت، ما هذا؟ جرذان البابا قاموا بحفر خنادق أسفل مدينة سوغوت، وأنا قمت بالحفر في سمعة عثمان وفتحت فيها الثقوب. سندخل إلى سوغوت عبر هذه الأنفاق وسنخرج منها بالنصر. إن هذا نصر مقدم على طبق من ذهب. خذوها إلى سوغوت بسرعة. أمرك سيدتي. وكونوا حذرين. حسناً سيدة بالا، لا تقلقي. ماذا يحدث؟ أهلاً يا سيدة مارا. شرفت قبيلتنا. علاجة، انتظري هنا. خيرا يا سيدة مالهون. إلى أين؟ سأقابل السيد عثمان. جمع السيد عثمان سادة الكاي. جيد، سننتظره إذن. هل ستخبرينه عن تجارتكم مع نيكولا؟ أم أن أباك وقع في الأسر وتريدين أن ننقذه؟ سيدة بالا، من الواضح أنك لم تأتي لنتحدث. إن كانت نيتك هي الشجار فهذا ليس مكانه. نيتي ليست الشجارة يا سيدة مالهوت، بل جعلك تفهمين أنكم لم تجلبوا لنا غير المصائب. نحن لم نجلب المصائب، بل أتينا إليها ونحاول التخلص من هذه المصائب الآن. افهمي هذا. السيد عثمان متفرغ الآن، أستأذنك. الإذن لك يا سيدة مالهون. هل تسمح لي يا سيد عثمان؟ تعالي. Thank you.
سيد عثمان، أتيت لأنني أعطيك الحق في غضبك. أصغي إلي هذه المرة. أنت محق، فتحت لي قبيلتك وكنت مدينة لك، وكان يجب علي أن أجلب إليك الخاتم. لكن افهمني يا سيد عثمان، أنا أتحمل المسؤولية أمام قبيلتي. لم أرد أن أفعل شيئاً قبل أن أستشير أبي. لكن السيد أمور قرر بأن الصواب هو إخفاء هذا الخاتم، أليس كذلك؟ خشي أن ترحم الخائن إن كان شخصاً قريباً منك. منصب السيادة ليس منصب الرحمة. من يرحم الخائن يخون المظلوم. لكن أنتم أردتم العثور على الخائن قبل، صحيح؟ لو أننا أردنا بك سوءاً لم نكن لنعطيك هذا الخاتم أبداً. فكر بهذا أيضاً. ما الهدف من مجيئها إلى هنا مجدداً؟ السيدة مالهون وجدت هذا الخاتم في المكان الذي قتل فيه إدريس. هل أخفت هذا الأمر عنك وتجولت وهي تحمله؟ سيدة بالا، من الذي حاول السيد عثمان استجوابه؟ إدريس، تاجر الفخار في القبيلة. إذن فقد دخل الخوانة إلى داخل قبيلتي. كنا معاً يا سيد عثمان، لقد أخفته وهي بجانبي. إنه خاتم عمي دوندار. سيد دوندار، شقيق سيدنا أرطغرل، العم دوندار. أجل، لن يعلم أحد بهذا. لا يجب أن تسمع هزال بالأمر. بالتأكيد يا عثمان، بالتأكيد. لا تبعدي عينيك عنها وادعيها إلى دار الإطعام لتكون بجانبك. السيدة هزال ستوصلنا إلى عمي. لن تغيب عن عيني، لا تقلق أبدا. سيدي، أتى السيد دوندار. فليأتي. من هذا التركي؟ عم الرجل الذي قتل أخاك يا كالانوس. تقصد دوندار؟ أخفي غضبك هذا، إنه حصان طروادة.
دوندار، وفقاً لجرأتك بالمجيء إلى هنا فلابد أن المسألة مهمة. أجل عثمان علم أنني قاتل صانع الفخار. وبماذا علم أيضاً؟ ألا يكفي هذا؟ بيتروس، هل علم بأمرهم؟ علم بأمري أنا فقط، ولم أجد ملجأ غيرك نيكولا. الأصدقاء موجودون من أجل هذا، إن قلعتي هي منزلك. شكرا لك. أريد إحضار زوجتي هازال إلى هنا. سيد دوندار، لقد شحب وجهك قليلا، استرح الآن، اجلس. إن السيدة هازال سوف تكون ضيفتي هنا أيضا مثلك تماما يا سيد دوندار، لا تقلق. كيف؟ عثمان وجنود توغاي قد قاموا بالقضاء على جيش كالانوز بأكمله. سيد دوندار، هذا أفضل، بقينا أنا وعثمان بمفردنا. لقد اقتربت النهاية، سوف نحصل نحن الاثنان على ما نريده. أنت استرح الآن واسترخي. أيها القائد ميكيس، جهز غرفة للسيد دوندار لكي يستريح. خيراً يا سيدة بالا، هل أتيت لمحاسبتي؟ أريد التكلم معك. ألم تسأمي من الكلام يا سيدة؟ لا تطيلي الكلام، أريد التكلم معك. بدأت بقطع الطرق يا سيدة بالا، تكلمي، ما مشكلتك؟ كيف قمت بخداعي؟ وجدت الخاتم وخبأته معك، تحدثت عن الخائن لأيام، أخفيت الدليل وحاسبتنا لأننا لا نملك دليلا. فسرت هذا للسيد عثمان. هذا الحساب عليك أن تقدميه لي الآن، لن يبقى رأسك المغرور فوق رقبتك. هيا نحن ذاهبون. هيا
كاي آلب، كم أنت محارب جميل، ولكنك لا تقوم بأي عمل، أنت تنام طوال اليوم. أيعقل هذا يا محاربي؟ ما شاء الله، إنه يكبر. لابد أن لديك مشكلة ما. السيد دوندار لم يعد بعد، قال لي جهزي لي طعام العشاء، ولكنه حتى هذه الساعة لم يعد إلى الخيمة ولم يرسل أي خبر. لا أرى أنك قلقة. بأي حال أنا لا أعرف مكانه، فهو لا يخبرني بشيء. إذن أنت أيضا لا تعرفين مكانه. إذن أنا مضطرة لسؤال السيد عثمان. أين هو جد محاربي يا ترى؟ ألم يعد لخيمته؟ ما الذي تخطط له من جديد يا أبي؟ إذن السيد عثمان لم يعطك أي اسم. اتضح أنه شخص كتوم، وبدلا من أن يشكرني على إعطائه الخاتم يلومنا لأننا أخفيناه عنه. هذا ما يؤلمه، من حقه أن يغضب لفترة، ولكن هذه التصرفات ستوصل الأمر إلى الخصومة. هل تسمح لي يا سيدي؟ ادخل يا بهادير. زدنا عدد الجنود حول القبيلة كما أمرت يا سيدي. جيد، افتحوا أعينكم جيدا. توغاي مثل أفعى خبيثة، لا نعرف من أين يمكن أن يأتي. لا تقلق يا سيدي. مالهن، ما بك؟ لماذا وجهك عابس؟ السيد عثمان لم يعد يثق بنا. لم نفعل الصواب بإخفاء الخاتم يا أبي. لقد انتهى الأمر، لا تقلقي من بعد الآن. اسمح لي يا سيدي. حسنا، يمكنك الذهاب. اذهبي واستريحي لتعودي لطبيعتك. هذه الفتاة تخفي عني شيئا ما، ولكن ليكن خيرا. لقد صعب علي كثيرا أن تعاملني كطفلة، فلم أسيطر على نفسي. ماذا كان هدفك يا بالا؟ أردت محاسبتها على ما فعلته بنا. أردت محاسبتها إذن؟ هل تسمح لي بالدخول يا سيد عثمان؟ ادخلي. خيراً يا سيدة هزال،
لا يوجد خبر من دوندار، إنه لا يتغيب هكذا. هل تعلم شيئا عنه يا سيد عثمان؟ من يعلم ما لا تعلمين؟ طالما أنت قلقة لهذه الدرجة، إذن أنت تعرفين مكان عمي دوندار. قلت لك إنني لا أعرف، وإلا لما سأسألك؟ لا تعرفين إذن؟ سيدة هازال، تعالي غدا إلى دار الإطعام، أنا بحاجة لمساعدتك، وهكذا تتشتت أفكارك قليلا. حسنا، بالتأكيد يا سيدة بالا. ثم أن الخبر سيأتي لسجوت بالتأكيد. هل تسمح لي يا سيدي؟ ادخل. إن كانت لا تعرف مكان دوندار، فإن كل قلقها بسبب الخطط التي وضعها معاً. تكلم. لقد سألنا وبحثنا، لم يرى أحد السيد دوندار في سوغوت. من الواضح أنه قد هرب. حتى إن هرب إلى ما وراء البحار، لن يتمكن من النجاة من غضبه. أبقيا خيمة دوندار تحت المراقبة. أمرك سيدي. حسنا سيدي. سوف نتكلم في أمرك لاحقا، لكن الآن لا تبعدي عينيك عن هازال، فهي ستوصلنا لعمي. لا تقلق يا سيدي، بعد إذنك. من بحر إلى بحر آخر، رسالة من أجل البابا. باسم الآب والابن والروح القدس، آمين. لقد عرف مكان دوندار، التجأ إلى نيكولا. لابد من أن السيد عثمان قد شك بخيانته. نحن في مأمن الآن. السيدة هازال، إنها خطر علينا. لابد أن دوندار قد حدثها عنا. أين هي؟ في القبيلة،
ولكن لو أنها تكلمت لكان عثمان قد داهمنا الآن. علينا قتلها قبل أن تتكلم، علينا ذلك. ليرضى الله عنك، ليرضى الله عنك، ليرضى الله عنك. بصحة وعافية. شكرا لك، ليرضى الله عنك. بصحة رضي الله عنكم. شكرا لكم. ليرضى الله عنك يا ابنتي. سلمتي. رضي الله عنكم. شكرا لكم. سلمتم. أمي فاطمة، هل شفيت ابنتك إرمك؟ هل هي بحاجة لشيء؟ بفضلك أصبحت تتناول الطعام وتحسنت حالتها كثيراً، ليرضى الله عنك. الحمد لله، الحمد لله. بصحتي وعافية. إذن دعيني آتي إلى منزلك لألقي التحية على ابنتك إرمك. أجل بالطبع، أهلاً وسهلاً به. كونجا، هيا لنذهب لمنزل أمي فاطمة. تفضلي. انتظري يا أمي. سيدة هازار، سلمتي. سنذهب لمنزل أمي فاطمة ونعود. ابقي هنا وراقبي العمل. سلمتي. طبعا طبعا. سابقة، اذهبا. شكرا لك. سلمتي. هيا. سلمتي. سيدة عائشة، سلمت يداك. شكرا لك. سوف نذهب لشراء القماش من السوق. هيا. أمرك سيدتي. سلمي. هيا يا ابنتي. رضي الله عنك. شكرا لك. الحمد لله. شكرا لكم. رضي الله عنك. رضي الله عنك. قد كنت في أمس الحاجة للطعام. السيد عثمان محق. السيدة هازال انتظرت ذهابنا. أبلغي بوران ألبيا غونجا. هيا. حسناً يا بابا. السيدة هازال آتية. بمفردها؟ لا يا بيتروس، بجانبها مساعدتها. لن نقتلها اليوم، سنثير الشكوك. ماذا سنفعل؟ أين السيد دوندار؟ هل تعرفون شيئا؟ نحن أيضا لم نرى السيد دوندار منذ البارحة. لقد وصلت أقمشة جميلة من قونيا، ألقي نظرة عليها. لا تتلاعب بها كذا يا بيتروس. أنا أعرف من تكون. تكلم. أين السيد دوندار؟ ماذا يحدث؟ ماذا يحدث في هذه المدينة المشؤومة؟ هل تعقبك أحد أثناء مجيئك؟ لا، قلت لك ما الذي يحدث. دوندار التجأ إلى نيكولا. Thank you.
من أين؟ من أين أعرف؟ نحن أيضا علمنا لتونا يا سيدة هازال. عثمان يبحث عن السيد دوندار في كل مكان، ولكن من الواضح أنه لا يشك بك. على الأقل في الوقت الحالي. لم يعجبك هذا القماش أيضا؟ هل تركني وهرب ببساطة؟ لابد أنه اتخذ التدابير من أجل وضع كهذا. التدابير؟ أي نوع منها؟ قمنا بالتجهيزات اللازمة، لا تقلقي، اهدئي. لن أعود للقبيلة. سنأخذك إلى السيد دوندار. تخلصي من مساعدتك تلك وتعالي بسرعة. لا، علي العودة إلى القبيلة، على الأقل لأخذ أغراضي ومجوهراتي. إياك، ليس لدينا وقت، فإن عرف عثمان بمكان دوندار سيبدأ بملاحقتك. اذهبي الآن، حالا. لندفن جثتها بعيدا لئلا يجدها.